مش تعمل كوتشينه معناته الداتا مباشره بتروح من السيف، يعني يكون عباره عن برنامج وزي كده يعني لك النتائج من السيف. ها؟ في جروب بس. ايوه. لكن احنا ممكن نعمل ايش؟ غالبا يعملوا خليط من هذا. واحد صديق توصل له بالايميل تسل له. تمام؟ في ابحاث في مواضع اللي تتعلق مثلا بالسوشيال الحاجات الجديده والكذا ضروري تنزلها بالسوشيال نتورك. تمام؟ اللي هو الاخير. ناس ما تقدرش تصل لهم، في ناس يقول لك ما تخش. تروح له بنفسك من النوع الاول. علشان توفي الغرض حقك وبالاخير تجمع النتائج كامل علشان تحصل. ففي مثل هذه الحاله الاصل انك تقول له انه الكوتشنر الحقيقي استخدمته في بوث هذا المره علشان يعني يعرف انك اطلعت على الايش او انك شخص عندك خلفيه بالايش؟ بالريسيرش. كوتشنر كونتنتس فريم ورك نيد انفورميشن فور اول كونستركت ان فريم ورك. Measurements, operationalizing, objective, construct, one element. الاوبجيكتيف يعني معناته قد يكون يقول لك واحد كل شيء. سؤال محدد وجاوبه. السبجكتيف قد يكون عدة من هذا واللي معظمه يكون ايش؟ سبجكتيف. Multiple questions. Response format. Closed or versus open-ended questions. Closed questions. تمام. Help respondents to make quick decisions. سريع. Yes, كلوز يعني يحددك باجابه معينه. Yes, ايوه بشكل سريع يس نو ولا اربعه خيارات انت تضطر تختار واحده منها وتكتب اي دونت نو خلاص مكانها اللي تحت. اي نعم. Help researchers to good. Open-ended questions. First and best point of view. Additional insight. Complementary to closed question for interpretation purpose. تمام هذا اللي هو الاوبن. طيب questions wording. Avoid double barreled questions. يعني ما تعيدش اسئله ولا اثنين اسئله بنفس نفس الاجابه. Avoid ambiguous questions and words. Use of ordinary words. زي ما قلنا ما نستخدمش كلمات ايش اكاديميه وغيرها. خاصه انت تشتغلها للناس ايش؟ avoid leading or basing questions. لا توجهك. ايوه يعني لا تعملش اسئله تخلي واحد مرفز ولا تخلي واحد يعني يميل في قارب معين. لو كانت في مواضع توجهها يعني بالسؤال حساسه اذا كانت في مواضع اجتماعيه سياسيه تسبب مشاكل. social desirability. المجتمع يكون عنده رغبه في هذا الموضوع حقه كله. Avoid recall dependent questions. يعني هذا يعتمد على هذا السؤال ما تعيدش. طيب. Use positive and negative statements. هذه نقطة مهمة زي ما قلنا. Dresender طبعا هذا اللي ألفه قال انه واحد هولندي وواحد Dresender هذه معناته قال انه هي كلمة جرماني. كان بانك ما ادري اسمه تمام اسم بانك. Delivers high quality banking services تمام هذه بوزيتيف. Dresender has poor customer operational support تمام. يقول لك use positive and negative يعني قد يكون هو نفسه بس واحده اديته بشكل بوزيتيف واحده اديته بشكل ايش؟ نيجاتيف. Avoid double negatives. يتجنب انك تعمل تجمع الاسئله السلبيه كلها لما قال واحد لانه بيدخل لك هنا معناته في ايش؟ في تحامل على هذا اللي نعمله على الدراسه. Limit the length of the questions. تمام؟ يعني لا تخليش السؤال طويل لخمسه سطور سبعه سطور ما حد يزيد. يعني حاولها سؤال واضح اجابته واضحه. يقول لك اقل من 20 words ونفترض انه لما ينطبع ما يزيدش على واحد سطر كل سؤال. يعني اعتقد تقدر تعطي سطر ونص تمام. كوتشنز سيكونس ولا الفلو حقه من الجنرال للسبيسيفيك زي ما في الانترودكشن والليتريشر نبدا من الايزي للديفيكالت هذا الفلو من الجنرال للسبيسيفيك ومن الايزي لل
يقول لك بيرسونال اند سنسيتيف داتا اتاك. غسيل البدن احراق بيرسونال اند سنسيتيف الحساسه نخلي لها ايش؟ حتى لو وصلنا ما يجاوبش يمر يجاوب. قلنا ما غيرش انطباعه من البدايه علشان ايش؟ علشان يؤثر على الاجابات. الاسئله اللي بينها ممكن تأثر على مزاجه، ممكن نخليها بالايش؟ اخر اسئله. تمام؟ يعني هذه معلومات عامه عن الكوتشنر، كيف نعده؟ علشان يبقى ايش؟ تمام؟ بامكان اي واحد، ممكن اي واحد منكم يتعرض لنعمل كوتشنر. معناته بتحتاج تدخل اللي فيه ابحاث كثير يعملوا بالابندكس حقهم ايش؟ الكوتشنر. ضروري تقرأهم بعناية شوف بدون قصة. إذا حصلت لك اثنين ثلاثة بننسى الموضوع خلاص. تمام؟ هذا بيفيدوا كثير. كفر لتر. The cover letter is the introductory bag of the questionnaire. Identification of the researcher. يعني كان طاقة شخصية لمن هم كذا ضروري توضح بوضوح. موتيفيشن اوف ريسبوندنتس تو فيل ات. ضروري تعمل موتيفيشن للي تيجي تساله اللي يعبي الكوتشنير. يعني تقول له الموضوع مهم وانه بيخدم المجتمع ولا بيخدم البلد ولا بيحل لنا مشكله كبيره ولا يعني تعمل له موتيفيشن علشان ايش؟ علشان كونفدينشيالي يعني ما يكون في بوش ثقه. Thanking of the respondents. استخدم الكلمات اللطيفة الجميلة اللي بين كلمات الشكر. تمام. هذا يعني الكفر لتر زي ما قلنا هي مهمة جدا. إن إحنا نعرف. Example. واحدة من المخرجين هذه فعلة هذا الجزء من الكوتشنير. فضروري تعمل إيش؟ الريفرنس وتكتب في البدايه بتكتب اسمك وتخصصات وشركات الخبره. طبعا تعتمد هذه الاسئله اللي هو مثلا درجات سنوات الخبره تعتمد على الموضوع. مش شرط كل الناس يعملوا نفس الكلام. This questionnaire is a part of investigation study aims to analyze the elements of national program and the international program standards identify similarities. ضروري تعرف حقك الموضوع. تمام؟ وتعرفه خاصة انت عشان تنزل الكوتشنير الى ناس غير متخصصين تعرفه بلغة ابسط. تمام؟ طبعا هذا بحث كان لناس اكاديميين فمفترض يعني مثلا راح ينزلوا ناس عاديين هذه سي اي كيو اي ما حد ادري شو ايوه انت ترسلوا ناس يعني غلط هذه المصطلحات انترناشونال اي بي اي دي المفروض في البداية يعمل ايش؟ يكتب المصطلح كامل عبنا بالقوسين على الاقل حتى يعني ايوه ضروري. يقول لك the developed integrated accreditation system has 11 main elements in which elements have 62 sub elements. يعني بدي اعرف كم معه اسئله وكم كذا وكان الكوتشنير طويل شويه. المفروض الكفر ليتر يعني سريع. ايوه بعدين قلت لهم انه ما عمله واحد من الطلاب خلاص مش معناته انه ستاندرد. ما يقولش راح يعمل. يعني نعمله هنا مش معناته انه عمل زيه، احنا نعمل له عمليه نقد. بس الطريقه. تمام. تكون جذابة، تكون واضحة، والكلمات مش أكاديمية، قلل استخدام الرموز العامة والكذا. حتى لو كنت تختصر مثلا توضح. أيوه. كلها كفر لتر معنى المهم أنه يتر. هذا نوع من الطلاب حقنا اللي هو هذا البحث حقنا أكرم تقريبا. تمام معهم بطارية الاختصاص. حتى انا ما راجعتش لهم لكن شوفوا ايش كتبوا. ذا بلوينج شانيل موديل واز ديزايند تو تارجت ذا ثري ميجر سيتيز ان اوردر تو كولكت ذا ريكوير داتا فور ستادينج ذا فيزيبيليتي اوف كونستراكت ريسايكلينج فاسيليتي فور اكسهاست ال اي بي. طبعا لما تكتب للناس العامه تقول لهم ال اي بي موصى هي اللي فيهم اللي مش ليثيوم اللي هي معناتها ليد ما ادري ايون باتريس ليد اسيد باتريس. This questionnaire only target males gender. يعني حلو مش مشكله
بس ما تكونش بالرسالة هذه ممكن تعملها وأنت توصف من هذا في بداية الميثودولوجي، لكن كفر الليتر ما تنفعش. تمام، يعني هنا ضروري تجاوب ببداية الميثودولوجي، تكتب الكوتشنير شو وإيش أغراضه وكذا. لو كتبت الجملة هذه هنا عادي، this questionnaire only target males gender because they are more dealing with ladies. تمام، تحصل بنت لو جيت للجامعة بنات إيش؟ أقول لك مش هيعرفها، يعني مش اللي تغير، أقول لك أخير لا بي اللي يدي غير ما عندي مشكلة. قد تحصل الكلام منطقي، لكن إنك تعمله بالكفر الليتر ما ينفعش. لكن ممتاز إنه واحد يكتبه هنا ببداية الميثودولوجي، تقول إنه البحث تم بناء على كوتشنر، وصلت الكوتشنر كله وديت هذه المعلومة، ما مش مشكلة. ممكن أيوه. بالنسبة للكفر الليتر اللي تعمله في بداية البحث اللي هو يجي يقرأه، المفروض إنه يقرأ القارئ. أيوه اللي يقرأ القارئ، يعني لا تي لا تماش داعي. ومش داعي صناعة عدم التعيس. عادي مش مشكلة. يعني أنا كقرائي استبيان. هذا من الميثودولوجيا، يكتب هناك بداية الميثودولوجيا إنه طبعاً هم كتبوا إنه صنعاء عدن على أساس إنهم كسامبل يمثلين أكبر مدن في اليمن، وإنهم في مناطق جغرافية مختلفة وبالتالي يمثلين العينة كانت تماماً. بس الدكتور ما أخذ كم ساعة بطارية الرصاص الأسيد اللي تدركه؟ 70 مجال. طبعاً مسألة مش صحيح. ما كثير منها مش صحيح. يعني شوف كلمة 80 طبعا ما فيش بطارية 80، في بطارية 70 مش شعور 50-70 50 ما فيش بس مش كثير إلا لو نوع بس كبير، يعني نادر لما تحصل واحد يستخدمه. فهم طبعا من نتائج حقام عملوا جدول لها 70 موجودة 70 أقلوا كل شيء مثلا كهرباء. أيوة عادي، أنت كاستبيان ممكن تعملهم كلها، ممكن تحصل واحد زبون يستخدمه أبو 300 بكل بوابه كبيره. كم عدد الالواح الموجوده هذه؟ يعني سؤال كان خارج الموت، انت تتكلم عن البطاريات ما انا شيء شنو سوى الشغل من الكفاءه. طبعا ما ركزتش على البديه حق الكوتشنير، يعني ما هي نوعيه الاسئله لكل موضوع خاص، لكن كل شيء يحتاج نقد. تمام، وما فيش حاجه اسمها كانه عند المنظومه الشمسيه والسياره مذكوره الاسم، يعني في بطاريات حق السياره ايضا. يعني هو ما نقولش انه حق الطاقه الشمسيه بس، يعني ايضا الاكزهاست، يعني الويستن بيعتبر ايضا مقارنه حق السياره. صح، السياره تستخدم لها 70، اي بابور تستخدم لها كبير 150 وكذا. هو ده بقى فين الشمسيه للبنزين، كان المفروض انه يدرس حق المنازل كفي كعينه، لكن لأنه أقول لك أنا أشتعمل دراسة جدوى فهو تحليش بيها في المنازل أكثر. السيارة ماشي معك، السيارة ما بين إشكالية مثل المنازل تشتغل لك سنة ونص لقد. يعني معناته بس أنت ممكن تروح تسأل هذا العينة من الناس، هل أنتم تبيعوها في الريسايكلينج؟ أنت تعرف أنه في ناس من خاصة من الكبار هذول لما تزلق البطارية دخل المخزن، أقول لك حتى عملي ما تعرف. بعضهم ما يجي شيء، يعني بضاعة. في ناس عندهم قابلية كذا إنه هي حاجة مخبأة. أو على حالي. يقدر يصير الرجل. زي ما بيقول. ترى تغيير كان من زمان ما ترى ترقب به. الآن بدأ الناس يشتبهونها. هذا النوع الأسئلة المفترض إنه أنت تديني مشرفك، مش اللي مشرفك لحاله. إكسبيرت. ممكن تستشير بأكثر من واحد خبراء، تشوف ناس شغالين في بحث، تشوف ناس في تخصصات غير تخصصات. ممكن تشوف برضو يعني لو واحد شيء فرغ لك نص ساعة من وقته تشرح له ايش القصة حقك، وهو بيقول لك هذا السؤال مناسب، هذا السؤال ما هوش صح. تمام، وهم ايش يدرسوا قد اقتصادية للموضوع، ايش ياخذوا المعلومات من ايش؟ من الكوتشن. هم عملوا الكوتشنير وكنت اقول لهم جيبوا لي راجع او ما فيش، هذا سوس راح يعملوا الكوتشنير كل المجموعات اللي عملوا الكوتشنير من انفسهم بس طلب بكالوريوس عادي يلا. احنا الان في مرحله ما ينفعش ضروري نتبع الستاندرد علشان نبقي ايش، علشان نهتم بالنتائج حقنا، نعلي لنا ونصل لها نوع العينه. ما يجيش واحد هندسه مدنيه يقول لي اشتري راح اعمل الاكسيدنت
وعمل لي عينين العشرة. هل العشرة يقدروا يطلعوا لك؟ عينه ما سمعش. قليل. يعني عمال خلقة الله. ليش تعمل العشرة بس؟ تحتاج الفرق بين مدروب وفرق. لا لا انتبه انتبه ممكن تعمل لي أكثر من عينة مثلا مقاولين 10 ممكن 15. لكن ك أو أصحاب الأونار حق المباني اللي تم مقاولته ولا كذا أنت تعملهم لو عملت عشرة ولا كعمال السامبل تكبر أحسن. في كثير أحسن. ها؟ المقاولين قد يكونوا محدودين. إيه إيه. تكلم ما أنت كل مقاول معه 20 أو 50. فهذه التعريفات اللي جبناها لحد الآن هي كلية ضمن الريسيرش ميثودز. مش بس يعني خارطة عامة وعامة صائلة. لذلك لما نكون نتكلم في موضوع ميثودز بيكون مومنت شوي لكم. لما ندخل بحاجة عملية بينذبكم أكثر. اللي هو الجزء الثاني بيكون الجزء في الاكسبرمنتال بنجيب لكم أمثلة إن شاء الله. أعتقد إنه هذه بعض المراجع وخلاص بالنسبة للجزء الأول. أي نروح نصلي اليوم بدري وبر الناس.